في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القصاصين، والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية بقرية الأخفيج. قامت القافلة الطبية بالكشف على المئات من المواطنين، والتي تضمنت 9 تخصصات، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية أيضا بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. قافلة اليوم تخدم أهالي القصاصين منطقة الخفيج. القافلة فيها خدمة متكاملة، الخدمة بالكامل بالمجان. معانا معظم التخصصات الطبية: الرمد، الأسنان، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، أطفال والبطنة، نساء وتنظيم الأسرة، بجانب معمل للدم ومعمل للطفيليات. صيدلية تحتوي على 110 صنف العلاج كامل بالمجان. معايا جهاز أشعة وأخصائي عظام. يتم تحويل أي حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للوحدات الصحية والمراكز التابعة للتأمين الصحي الشامل.